طبعا اذنكم ثانيه. اتفضلي. ايه اللي جابك هنا يا سامح؟ انت اتجننت؟ يعني ايه اللي جايبني هنا؟ سؤال غريب قوي. السؤال هو اللي غريب؟ طبعا سؤال غريب. انا جاي اطمن على مستوى ابني في المدرسه. مستوى ايه يا روح؟ ايه روح الروح ايه؟ هنقول ايه؟ هنغلط يا مدرسه يا فاضله يا ميس يا محترمه؟ اصل الحقيقه الكلام اللي انت بتقوله غريب قوي على وداني، اول مره اسمعه في حياتي، فطبيعي ان الالفاظ تفلت مني. يا ستي ما هو ياما فلت. انت عايز ايه يا سامح؟ عايز اتكلم معاكي كلمتين. هو انت فاكر انك لما تيجي تتنطط لي هنا في المدرسه انا مثلا هتكسف واقعد اتكلم معاك؟ خالص. كل اللي في المدرسه هنا اخواتي واصحابي وحبايبي، يعني من الاخر عارفين عني كل حاجه. يعني انا دلوقتي انده سالم والامن يجوا يشيلوك كده يرموك بره. لا مش بس كده، ده احنا كمان هنعمل لك محضر ترويع اطفال، يعني من الاخر هنعمل عليك حفله يا سامح. للدرجه دي بتكرهيني؟ يا اخي لا بحبك ولا بكرهك، انا عايزاك تنصرف عن حياتنا خالص. اهلا استاذ سوفكليس. يا فندم ارشميدس. سوري معلش. هو حضرتك عايز ايه؟ اصل يعني زي ما انت شايف كده دي مدرسه، واللي انت بتعمله ده ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش وانا جاي اعمله؟ الحقيقه انا جاي اطمن على مستوى ابني في المدرسه، وبالمناسبه انا لسه كنت هبعت لك دلوقتي حالا عشان اطمن منك على مستواه. طيب لو حضرتك بقى عايز تطمن على مستوى ابنك فلازم تاخد ميعاد، عشان دي مدرسه وليها نظام. نظام، وانا عارف ان في نظام. جيجي هستناك قدام المدرسه. انا قلت لك انا عايز ايه يا جيجي؟ جيجي انت ما بتحسش يا سامح؟ وانا قلت لك لا يا سامح. هو في حد تاني؟ لا لا تاني ولا تالت، ما تقلقش.